أيها المواطنون، إنه يسعدنا في ظل هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً أن نحيي قواتنا المسلحة الباسلة بجميع قطاعاتها وتشكيلاتها، ونشيد بكفاءتها وجديتها وإخلاصها لواجبها المقدس بالسهر على أمن الوطن وحماية ترابه الطاهر. وإننا لنؤكد اهتمامنا المستمر برعايتها وتطوير قدراتها بكل ما يمكنها من أداء دورها المجيد، كما نحيي ونشيد بالجهود المخلصة لأجهزة الأمن في خدمة الوطن والمواطن وتوفير الراحة والطمأنينة لشعبنا في كل ربوع البلاد.